أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لي جار أعجمي وعنده بعض المنكرات كتخلفه عن الجماعة. نعم. قال: لي جار أعجمي أيه؟ وعنده بعض المنكرات كتخلفه عن الجماعة وعنده دش وهو لا يفهم لغتي، فكيف تبرأ ذمتي بنصحه؟ جيب له واحد يترجم له، جيب له واحد بلغته يترجم له كلامك، أو يترجم له كتاب من الكتب المفيدة فيخاطب بلغته، تجيب له واحد. نعم.